افتتح في قضاء بيجي مختبر الفيروسات، والذي سيقدم خدمة لشريحة واسعة من المواطنين من أبناء القضاء والنواحي والقرى التابعة له، خصوصا من المقبلين على الزواج، وبما يخفف العبء عنهم. على بركة الله تم افتتاح مختبر الفيروسات الخاص بالراغبين للزواج لمواطني قضاء بيجي. هذا المركز لطالما انتظرناه لمدة 6 سنوات بجهود مباركة من قبل دائرة الصحة صلاح الدين وقطاع الرعاية الصحية في بيجي. نشكر جميع الجهود المبذولة لخدمة أهالي قضاء بيجي. حقيقة هذا المختبر أو المركز سيوفر عناء السفر والنتائج الأولية أولا بأول لمواطني قضاء بيجي. نهيب لجميع أهالي بيجي من ناحية الزوية وناحية مكحول وناحية الصينية وناحية الحجاج لمراجعة هذا المركز كونه في خدمتهم. افتتحنا هذا اليوم وحدة الفيروسات لفحص المقبلين على الزواج. هذا المختبر يخدم شريحة كبيرة من أبناء قضاء بيجي من الشمال إلى الجنوب. هذا المختبر يوفر على كاهلهم عناء السفر إلى الأقضية المجاورة وإلى مركز المدينة. هذا المختبر يحتوي على 7 تحاليل هي التهاب الكبد الفيروسي، وهو المطلوب من المقبل على الزواج أداءه قبل يعني من المحكمة ترسله إلى مختبر الزواجات هنا في مركز صحي حي العسكري. لذا ندعو مواطنينا أنه من يراجعون محكمة أحوال الشخصية في بيجي أنه أصبح المختبر جاهز والإمكانيات متوفرة تماما أنه يؤدون الاختبار. المختبر هذا للمقبلين على فحص المقبلين على الزواج خدمة لأهالي القضاء. بالإضافة إلى هذا كله تم بفضل من الله عز وجل افتتاح قاعة للندوات والمحاضرات اللي في قطاع بيجي للتوعية الصحية والكوادر الصحية وتطوير الكوادر الصحية.